السلام عليكم. ده مثال لو دولة عايزة تتبنى تقنية زي تقنية البيم، فأول حاجة لازم تعرف هي فين current stage وعايزة تروح فين future، وبعد كده تحدد ايه المجالات اللي هتبدأ تشتغل عليها. يعني هنا عايز هو يشتغل على يغير وينيبل وكومن وال يافرنس وهكذا، وكل واحدة من دول ايه الخطوات اللي هيبدأ يشتغل عليهم واحدة واحدة، بحيث ان هو بعد فترة معينة محددة بعد 5 سنين 6 سنين وهكذا يكون هو وصل للخطة بتاعته. فبتبقى متحددة النقاط، مثلا حدد السكوب، مثلا هنطور الرؤية بتاعتنا، هنعمل وهكذا لحد ما نوصل للفيوتشر ستيج، بحيث ان كل سنة يبقى عنده نقطة معينة هيشتغل عليها، السنة اللي بعديها نقطة معينة، في آخر السنة بيبدأ يشوف ايه اللي اتحقق وايه اللي متحققش واللي متحققش ليه وهكذا. فأنا سيب لكم رابط الخريطة دي أسفل الفيديو.